إذا عاد الآن في سوريا، الآن وقفتنا في مدينة حلب لمعرفة آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظات. ينضم إلينا من هناك مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها محمد الهادي. مرحبا بك معنا محمد. أهلا وسهلا محمد، لو تعطينا أهم وأبرز التطورات الميدانية حتى هذه اللحظات في حلب وريفها من عندك. نعم، يعني نبدأ من مدينة حلب حيث الاشتباكات تحتدم في حلب القديمة. دارت اشتباكات متقطعة في محيط القلعة، أيضا دارت اشتباكات قوية جدا في قرب الجامع الكبير بين جيش حر وعصابة الأسد. شهدنا الآن ومنذ قليل إطار دبابة ومقتل أكثر من 10 عناصر من عصابات الأسد وجرح آخرين في الاشتباكات العنيفة التي يخوضها السوار في المنطقة. أيضا في حلب المدينة شهدنا استهداف الجيش الحر صباح اليوم لمبنى البحوث العلمية التي تتمركز فيها عصابات الأسد على أطراف حي الراشدين، وذلك بصواريخ محلية الصنع من قبل الثوار. في حي بستان قصر شهدنا اشتباكات سقوط القذائف على بستان قصر واشتباكات على مشارف حي المشارقة بين جيش الحر والنظام. إلى ذلك الحلبي حيث المعركة لا تزال قائمة وبقوة كبيرة، شهدنا تحرك لقوات النظام باتجاه قرية الحميرة والثوار يتصدون لها، وتدور الآن اشتباكات عنيفة هناك على الطريق بين معامل الدفاع والخناصر. لا يزال النظام يحاول التقدم والجيش الحر يتصدى للأبدال التي يرسلها النظام. أيضا الثوار يحاولون التقدم لسيطرة على قرية حصن في كتاب الأسد، والمعركة دائرة بين الطرفين في ريف حلب الجنوبي. انتقالا إلى ريف شرقي مدينة حلب، فقام الطيران الحربي بقصف جنوب مدينة دير حافر بصاروخ موجه استهدف أحد منازل المدنيين، مما أدى إلى إصابة امرأة وطفل ورجل كبير في السن بجروح. في ريف حلب أيضا شهدنا قصف تعرضت له مدينة السفيرة من مدافع الفوزليكة التابعة لقوات النظام. اليوم وفي هذه الجمعة، جمعة شكرا تركيا، خرجت مظاهرات عديدة في حلب، أبرزها كان في السكري ومظاهرتين في حي المشهد ومظاهرة في المرجة والفردوس وغيرها من الأحياء التي خرجت في مظاهرات. نعم، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها محمد الهادي. سنكون معك في هذه الفترة الإخبارية في حال ورود أي جديد.